اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. تنشكر الناس اللي داخل الوطن وخارج الوطن والناس اللي في الدول العربية. إن شاء الله بحول الله الناس اللي عندهم مشاكل حطوها ليا في التعليقات، غادي نخدم عليها وحدة وحدة إلا كان الممكن ديالي. غندير اي حاجه غادي نقدر اللي في الاستطاعه ديالي غادي نحطها ولا نعاونكم ولو بكلمه. البنت اللي قالت لي تخلى على الخطيب ديالها وتزوج بوحده اخرى، اختي هذاك ما فيش خير، هذاك ما فيش خير، وهذاك من الاحسن ربي يزاحو عن طريقك، حيت اللي فيه خير تيسخروا لك الله، اللي فيه خير تيدلك الله سبب باش تكوني معاه. قلتي سحر او عين او هذا، لكن سحر بطلي هذاك الشيء اللي عندك وحاولي تحيدي الامور ديالك. نجري على راسي نحيد العكوسات نداك، ولا بد اللي ولده هو يولد، اللي جابه هو يجيب واحد اخر، ماشي نهاية العالم. وكلام الناس قلتي لي الناس بيتكلموا عليك والناس بيقولوا هضره وانتي خلاها ومشاو داكشي، ولكن هذاك الشيء ماشي مشكل، اي انسان يقدر يتعرض ليه، لان الحياه هذه فيها الخيبه وفيها الزوينه، لابد نصادفوا مع ناس خايبين ومع ناس زوينين. والحياه دابا ولا فيها السلبي اكثر من الايجابي. نتمنى والله سبحانه وتعالى يلاقيك مع شي انسان اخر يكون احسن. غادي نعطيك هاد الوصفه لاغلاق الفم العدو، لإغلاق الفم العدو. الناس اللي عندهم العديان، الناس اللي بغاو جار السوء، بعدا هو الأول، لأن جيران السوء ولاو كتار. تديري فمك، واحد خدام معاك في العمل ما تيحملكش تيتكلم فيك تا هو، نقدروا نسدو ليه فمو بهذا. الناس اللي في الأسر مع بعضياتهم شي حاضي شي ويتكلمون على بعضهم بالسوء، توا الناس اللي يتكلموا على بعضياتهم بالسوء. عندي مقابلة عمل وخايف شي واحد يبقى يجاوبني بزاف، ولد أو بنت، حتى البنت تقدر نهزها معايا في المحفظة ديالي. نحاول ناخد خيط بحال هذا، يكون خيط أبيض يكون غليظ، وغادي نقرا عليه قراءات آيات سورة من سورة كتاب الله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، حتى آخر الآية 9 مرات، ولكن كل مرة أقرأ السورة وأعقد حتى أكمل 9 عقد. قل يا أيها الكافرون أنعقد حتى أكمل 9 عقد، عقد 9 بحال هكا. ونبقى غادي نقرأ على العقدة ونعقد، ونخليها في المحفظة ديالي وفي هذه الشنطة ديالي، ونخليها للعدو يخرس ما يتكلم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نطلب منكم تحاولوا تدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتابوناو عندي ان شاء الله بحول الله تعالى. باقي الوصفات ان شاء الله غادي نحطهم زوينين، وغادي نحط ان شاء الله وصفات اللي غادي يعجبوكم ووصفات اللي غادي تستفدوا منهم ان شاء الله. حاولوا تبارطاجيو هاد الفيديوهات باش يكون عندي انا ان شاء الله نواصل في هاد المجال ان شاء الله. نتمنى لكم راحة البال، وما بقى لي غير نقول لكم مع